ان شاء الله يوم الخميس الساعه 5 كلنا ورا النادي الاهلي. صح يا كابتن بشير؟ اتمنى توفيق النادي الاهلي، ولو كان الجمهور او لعيبه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي زعلان شويه او متضايق شويه، لا عادي، احنا كنا بس بنتمنى ان احنا يبقى النادي الاهلي زي الرجاء وزي العين وزي مازيمبي، يعني كنا نتمنى ان هو يوصل فاينل وكده، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني مباراه بايرن ميونخ للنسيان، اعتقد ان هم قادرين ان هم يعوضوا في مباراه بالمارس، لان مباراه صعبه جدا، وربنا يكرمهم والله من كل قلبي. انت بتتفرج على الاهلي كده ما كانش في حته كده؟ لا خالص، الفرقه اللي انا بحبها مش موجوده. ما هو قال لك نادي الزمالك، قال لك الاهلي هيخسر بسكور، المباراه صعبه طبعا. انا انت احساسي انا ما اتكلمتش على ماتش في برضه حته الزملكاويه، انت بتشجع الزمالك مش موجود. الزمالك مش موجود، لو الزمالك موجود لا انا عايز الزمالك، يبقى تفكيره كله وتركيزه على نادي الزمالك في اي بطوله. الزمالك كان يعمل ايه مع بايرن ميونخ؟ ده سؤال مهم جدا. يعني انا عارف منك الصدق والصراحه والامان ايا كانت، والله الزمالك لو بيلعب بايرن ميونخ يعمل معاه ايه؟ ده سؤال مهم. على النص الاولاني ولا النص الثاني؟ انت قلت لي لا ارد على السؤال ده. استنى استنى، حلو. اما انا هرد عليه، استنى. انت قلت لي عارف منك، ده اللي انا اقصده، الصدق والصراحه. لا الزمالك كورته عاليه قوي يعني بصراحه، بغض النظر ان هو ممكن يعني حته ثقافه الفوز دي ما بشوفهاش عند ناس كتير، ولا رغبه الفوز في اللعيبه، لكن كوره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك انا بحس ان هم اعلى. يعني النتيجه كانت تبقى كام؟ لا النتيجه دي في علم الغيب. ايوه احنا يعني شفنا احنا شفنا المستوى، ما كله في علم الغيب، حتى كان نتيجه الاهلي كانت في علم الغيب. هتزعل مني؟ لا بالراحه. طب ما هتزعل، ما انا بقول لك هتزعل مني؟ لا انا عندنا انا كوجهه نظري لا الزمالك هيكسب بايرن ميونخ. انت بتسالني انا برد الزمالك هيكسب. ده شو يعني؟ شو ليه؟ لا ده للشو. شو ايه؟ يعني ده للشو مثلا؟ لا خالص، لان نادي الزمالك بحس ان اي يعني الفتره الاخيره دي يعني بعد التغييرات اللي حصلت دي اللعيبه بتلعب ما بتفرقش معاها اي حاجه ولا ضغوطات ولا اي حاجه خالص يعني. ولا ضغوطات؟ ما خسروا المحله ازاي؟ ما انا بقول لك مفيش ضغوطات، لو عنده ضغوطات هيكسب المحله. ايه ده؟ لو عنده ضغوطات، لو عنده ضغوطات هيكسب المحله. يعني هو يخسر المحله معلش طبعا. لا يعني ايه المحله ده؟ يعني ايه يخسر المحله؟ مش فاهم. طب ما النادي الاهلي مع البنك الاهلي طبعا. ايه اللي حصل؟ وبيلعب النهارده بطوله عالم ومش مشكله خالص يعني. والنادي الاهلي برضه كسب الدحيل، والناس برضه قالت دحيل ايه ده؟ دوري قطر 4 فرق ولا 5 فرق؟ طب ما انا مع احترامي يعني. بص مع احترامنا لكل فرقه، مش عايزين نقول البنك والمحله. لا مع احترامنا لكل فرقه، ما احنا مش عايزين ناخدها في السكه دي خالص يعني. مش عايزين ناخدها كل الاحترام وكل التقدير لكل الانديه وكل الفرق، سواء في مصر او خارج مصر. مش عايزين نخرج عن السياق. انا سالت سؤال، دي نقطه مهمه بس. اتفضل. الانديه كلها احنا بنحترمها وكل حاجه. تمام. طبعا. طيب بالعكس ده فريق. بس انت اللي قلت له، انت اللي كشفت. انا بقول لك اهو الزمالك غلب المحله. طيب. صعب جدا ان حد يكسبه والله. مش يعني انا والله فريق المحله صعب. عشان كده النادي الاهلي ما لعبش هناك؟ ما لعبش هناك فين؟ لا لا مش عايزين نخش في القصه. طيب دي انا برد. انا عايز بس اخش. انت سالتني سؤال، انا سالتك سؤال رديت عليك. خرجتني من القصه الثانيه. خلاص السؤال السؤال بتاعي ان ماذا لو كان الزمالك بيلعب بايرن ميونخ؟ انا وجهه نظري الزمالك هيكسب. خلاص انت حر. كابتن شريف اسالك نفس السؤال. لا طبعا ده الزمالك مش لما يروح البطوله الاول. ماشي اوكي يعني فرقه. انت ليه بتطلع على السياق؟ هو سؤال معين ليه بتعمل كده؟ عشان دايما